أسعد الله صباحكم مساءكم بكل خير، معكم أبو ميلاد من مدينة نيويورك. هذه كاميرا سوني ألفا 7 الإصدار الثالث. حاليا عم بجرب هذه الكاميرا، بدأت برفع صور تجربتي لهذه الكاميرا في حسابي في الفليكر، الرابط في الأسفل، أنصحكم تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا. أيضا قبل الدخول في الموضوع، وبما أنه عم بتحدث عن فليكر، قبل أسبوع وصلت إلى 100 مليون مشاهد في حسابي في الفليكر كما تشاهدوا. 100 مليون مشاهد رقم جدا كبير، وبتأمل انه اصل 100,000 سبسكرايبر في قناتي في اليوتيوب، تقريبا صرت 95,000. فبهمتكم وبنشر هذه القناة بتأمل انه نصل الى 100,000 مشترك في هذه القناة في اسرع وقت. دائما لما بجرب شيء جديد مثل كاميرا عدسة بحاول انه صور تجربتي لهذه الكاميرات او العدسات ما تتكرر، فدائما بحاول انه اصور في اماكن جديدة. لذا قررت انه اصور في مكان جدا خاص، وقررت انه اعملكم جولة جدا خاصة وجدا مميزة لاجمل مكان ممكن تشاهد منه مدينة نيويورك وتحديدا جزيرة مانهاتن. فاليوم راح تكون جولة بطائرة هليكوبتر مفتوحة. في السابق قمت بالتصوير من هليكوبتر، ولكن هذه المرة كان الأمر مختلف لأنه الهليكوبتر ما بتحوي على أبواب، فعدم وجود الأبواب أو شبيك لطائرة الهليكوبتر بنطي مجال أفضل للتصوير، وأيضا المنظر من الأعلى جدا جدا رهيب. وجميع الفيديوهات التي سوف تشاهدوها الآن هي تم تصويرها بسوني ألفا 7 الإصدار الثالث. فالآن رح خليكم مع هاي الجولة الجميلة من طائرة الهليكوبتر لجزيرة مانهاتن نيويورك.
بتأمل أنكم استمتعتوا بهذه الجولة الخاصة جدا لنيويورك، وبتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع الآخرين وتشجعوا الآخرين على الاشتراك في قناتي. إذا في أي شخص سؤال بتعلق في هذا الفيديو أو أي شيء يتعلق في التصوير أو أي شيء يتعلق بأي شيء، ممكن يطرح سؤاله في موقعي abomilad.com، الرابط سوف يظهر الآن على الشاشة. في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، مع تحياتي أبو ميلاد.